السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا يا ربي كلكم بصحه جيده. بداو بالصلاه على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. باذن الله تعالى غنتقاس معكم واحد لي بروشيت بالاعشاب، روعه روعه، كيجيو من داك الشيء الرفيع. بسم الله على بركه الله. نبداو بالمقادير. عندي 1 كيلو لاروب ديال صدر ديال لاداند هبره، وقطعتها هكا على هاد الطريفات على هاد القياس هكا. بالنسبه عندي هنايا 2 معالق ديال الخل البلدي، ديال الخل تيقولوا الخل ديال الصحراوه، رائع كيفتيهم كيجيو هائلين. عندي هنايا اعشاب منسمه ديال الحبق، عندي هنايا ورقه الرند مطحونه، وقت موسى مطحونه، عندي شويه هذه اختياريه بالنسبه اللي عند الوليدات ما يستعملوهاش، شويه ديال السودانيه. عندي هنايا ازير مطحون مدقوق، عندي هنا التوابل ديال الحوت، عندي التوابل ديال الحوت واستعملوهم، اللي ما عندوش اللي ما بغاش يدير التوابل ديال الحوت يدير ديال الدجاج. عندي هنايا زعتر، معلقه ديال الزعتر مويل ماشي كبارين بزاف. عندي هنا معلقه ديال القزبر حبوب مدقوق، عندي هنا معلقه صغيره ديال الثومه، وعندي مليحه. صافي هادشي اللي قسم الله، هادشي اللي كاين. نبداو بسم الله. دابا هنا ما دايره حتى شي حاجه، غادي ندير هاد التوابل كامله، غادي نخلطها. وغادي نصب عليهم هاد الخل والزيت، ما غنديروش دابا حتى يتشربوا لي هاد المقادير مزيان. غنحرك هاد المقادير كامله حتى تلبس مزيان. هاد الخل راه ما غاديش يبقى اصلا، غادي يشربوا هذوك الهبيرات ديال لاداند. هانتوما شفتوا دابا اصلا ما بقاش كيبان. اللي بغى يدير 3 معالق، هادو 2 معالق كبار، اللي بغى يدير حتى 3 يديرهم، راه كيجي فتي وكيجي رائع وكيجي بنين. صافي انا غادي نبقى بحال هكا حتى كلشي يتخلط ينسجم مع بعضه، ونغطيهم وغادي نديرهم في الثلاجه حتى نبغيهم، وغادي نضيف زويته بلديه. غادي نشويهم في المقله ديال المسمن، ديك المقله الثقيله، عندي واحد المقله ثقيله بلا اللي كنضيف فيها المسمن، راك شفتوني ملي درت فيها المسمن، هي اللي غادي نشويهم فوق منه، كيجيو رائعين. وعاد غنقول لكم باش غادي نسقيهم في الوقت فاش كنبدا نشوي فيهم، كانهم طيبين في الفحم، كيجيو رائعين لذاد. بالنسبه لهذاك الخل ديال الصحراء، واحد كيصايبو اكثريه الناس في الفتره ديال العيد الكبير، وواحد جارتي الله يخلف عليها كتجيبو ليا كل عام كتعطيني منه، ومعهما كيصايبو تبارك الله بالاعشاب وداك الشيء، وعنده طقوس خاصه. بالنسبه لهذاك لي بروشيت اللي درت معكم، غادي نرافق معاهم هذا الروز. الروز عندي هنايا تقريبا واحد الزلافه كبيره ديال الروز، تقريبا نص كيلو. عندي هنايا الزيت، كاس ديال عندها ديال الزيت، عندي الثومه تقريبا 4 ديال الريوس تاع الثومه، عندي جزره وحده اللي قطعتها هكا طريفات، عندي تزليفه صغيره ديال الجلبانه، عندي هنايا 2 فلفلات حمرين و3 خضرين، وعندي هنا 2 بصلات كبار، وعندي هنايا هذه فلفله، هذه فلفله حمراء مطحونه فقط، هذه الفلفله هذه ديك الحمراء البلديه، وطحنتها طابت غير بالزيت وبهذا بالزيت مليحه. يلا بسم الله على بركه الله. غادي نبداو بالبصل. التوابل عندي الملح، عندي هنايا الخرقوم بلدي معلقه صغيره، معلقه ديال الخرقوم هذا سكنجبير، معلقه ديال سكنجبير، معلقه هنا ديال التوابل ديال الحوت، وهنا عندي معلقه صغيره ديال ورقه موسى. غندير هاد الفليفل، هاد البصله، 2 بصلات وهاد الفلفل، غنديرهم يتشحروا ونرجع معاكم. العافيه مجهد. انا وضعت هذيك البصيله وديك الفلفله الحمراء والتوابل، درتهم يتشحروا على عافيه مجهده حتى تبان لي البصله نزلات، عاد غادي نضيف الشلاخ. غادي نضيف فلفل، نضيف الجزر، كاين شطيط شوية، غادي نضيف الروز، وغنضيف الزعتر،
نخلي الرز يتخلي يتخلى مزيان عاد غادي نضيف الفلافل. صافي غنضيف الجبانة صافي نخلينا تطرف على الماكل ديال الماء تصغر. البنات اللي بغا يطرف يدير طريفة تاع الدجاج ولا يدير الحوت، المهم انا درت توابل تاع الحوت غادي تجيني السمو زوينة. انا حيت دايره ديجا لي بروشيت ديال لادان اللي بغا يدير هاد طريفة تاع الخضار ولا من السدر ولا هادي يديرها ماشي مشكل. الروز وكلشي تحر شحال خليتهم يتحروا تقريبا واحد نص ساعة وقفة حداهم ما تنحيدش من حداهم. دابا غادي نضيف الماء ثاني. كتعرف ان الروز اذا درتي بزاف غادير جوج زايد تاع الماء. انا هذا عيني ميزاني. المهم انا غطيت عليه صافي وغادي نقص البوطة غير تغلي تغلي واحد شوية وغادي نقص عليها البوطة تماما حتى ينشف ونرجع معكم بإذن الله. هانتوما شفتو بدا كيغلي صافي نقص البوطة حتى للحد ونخلي على خاطرو حتى يبان ليكم نشف. اللي بغا يدخلو الفران يدخلو، انا غادي نطيبو غير فوق البوطة. بالنسبة اللي مطيب مدخل شي حاجة هكا الفران داكشي يدخلو نشوف شويه في الفرن بالحق حتى يطيب هذا حتى يطيب الروز. البنات ها الروز ها هو نشوف شوف شوف انا غادي نطفي عليه وغادي نخليه صافي راه طاب كلشي. مي مالي بروشيت ديالنا ما غاديش ندير فيهم الزيت. انا الزيت ها هو درتو هنا درتو هنا الزيت واحد جوج معالق ونزيد عليهم شويه ديال الصوجا تقريبا ما يلقى اللي عنده الصوجا ثقيله كان احسن. غندير شويه تاع الصوجا صافي. انا ما بغيتش ندير فيهم لا فلفله لا حتى شي حاجه حيت ديجا دايره الفلفله في هذا. بسم الله شتو داك سميتو كله تشرب هانتوما مبقاش كيبان نهائيا. شتو داك الخل اللي درنا كله تشرب. انا مكملت بهادو مبقاش عندي لويدات كملت بهادو ديال الحديد صافي. غادي نوضعهم غادي ندهن قلت لكم المقلة وغادي نوضع هادو غنوضعهم وغادي نبدا مره مره غادي ندير سميتها هاد الشيته الشيته ديال السيليكون نهز هكا وندوز على الحطبان. انا غنوريكم هذا الطريقه. المقله وضعت فيها الزيت ها هو شفتو انا غادي ندهن الطاوه كامله المقله كامله باش ما يسخوش ليا داك الحيطات هنا صافي. المقله راه سخونه انا غنوضع لي بروشيت شوية شوية طبعا غادي نخليهم ندير لافوكا قطعتها هكا اون تيدي عصرت على الحامض وهذا هنا درت القزبر معدنوس شويه الزيت وعصير ديال الحامض وندير واحد شويه ديال البزار وشويه الملح غير شي شحال اصلا الحامض ما كيبلاش. صافي غنخلط هادشي وغادي نزيد الثومه
هندير جوج صوص تاع الثوم. صدقيني هاد السلطه كتجي واعره 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 رائعه. كتجي بنينه بنينه، ما نصوش ليكم البنينه ديالها. ما ملي كتكون ديك لافوكا، دابا هادي عندي لافوكا ديك الصغيره، كتخوي لافوكا وكتعمري بها، الا كانت كبيره كتعمري بهادي، كتعمري بهاديك القشره ديالها اللي كتبقى. الرز ديالنا، الرز ديالنا اللي حصلنا عليه، انا غادي نوضعو هنايا في هاد المول ديال السيليكون. عطيو جانا شوفو حبه معزوله مع الخر. صافي هكا نقادو، وغادي نقلبو هنايا في الطبق. هاد الفليفلات غنديروهم هنا من نيت من الطاجين. غنجي هنا هادي حامضة، حامضة دورتها بالكيردون وشديت هذا الخص بالكيردون باش غندير فيه لي بروشيت. هذوك لي بروشيت اللي حيدنا هي الطريقه ديال التزيين وصافي. شي حاجه غنحط شويه ديال لافوكا هنا. هاد الزليفه غندير فيها لافوكا، الفيديو ديالنا وصل النهايه ديالو. ايوا ما تنساونيش من دعوات الخير.